خير العلوم وفيضها قد حل في هذا المكان، عين الحياة تدفقت علما ونورا للزمان، بذل السنين بدا هنا ليعيد أمجادا حساب، كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان. كما أريتك في ترجمة أبي هريرة، نعم، في في مسند أبي هريرة، في مسند، لا في ترجمة أبي هريرة، ترجمة أبي هريرة، نعم، اللي هي احنا تكلمنا عنها، نعم، يعني قبل ذلك، كنموذج للفوائد، للفوائد التي أسجلها، وصنعت كتابا كاملا بهذه الفوائد، وهو المفردات والوحدان، يعني من له حديث أو اثنين لحد أربعة أحاديث فقط لغير. نعم، يعني وقد يكون الراوي له مجموعة حديث كبيرة، ولكن أن يكون له حديث واحد عن حديثين أو ثلاثة، عن فلان هو ده اللي كنت بجمعه. يعني هنا مثلا هو أدي ترجمة أبي هريرة، كل هذه الإضافات هم أشخاص رووا حديث أو حديثين، أشخاص يعني مثلا جابر بن عبد الله الأنصاري روى حديثين، روى حديثين فقط عن جابر، عن أبي هريرة. خلاص، أذكر الموضع وأذكر من الذي قال لم يروا إلا حديثين. مثلا فعندك اللي كان مهتم بهذا الباب البزار والطبراني في الأوسط، الدارقطني، ابن عادي، هؤلاء العلماء. يعني هذا فن مختلف أو بابهم فيه تفرد أو فيه أنه يكون يعني شيء متميز، أن يعني يكون هذا الشخص. ليه؟ لأن احنا يعني مثلا عندما يقال أن شعبة لم يروي عن الحاكم ابن عتيبة إلا أربعة أحاديث، الخامس يبقى غلط، صحيح، ما سمعوش. كان العلماء لهم حصر في هذا، أخبرك؟ فكل الرواة الذين أمروا بفوائد في أي كتاب من كتب العلم يخدمني لابد أكتبه. ليه؟ لأن هذا ينفعني أثناء التحقيق. هي قد لا تكون مفيدة في هذا المقام، ولكن أستخدم مقام آخر. أنا عشان كده بقول لك، يعني تحقيقات الإنسان متى تكون نفيسة؟ إذا كانت بتتعلق بفوائد يندر أن يعثر عليها إلى واحد بيجمع يلتقط الفوائد ويضعها في مكانها. يعني أنا في مرة من المرات اختططت لنفسي كل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر العسقلاني وابن القيم، الثلاثة دول كل الأحاديث التي حكموا عليها صحيح أو ضعيف أو موضوع أو منكر، آتي على الكتاب الذي روى هذا الحديث واكتب حكم هذا العالم تحت الحديث. إذا قال روى أبو داود بسند ضعيف، أجيب موضع الحديث في أبي داود وقال ابن تيمية في الفتاوى أو قال في الكتاب الفلاني أو ابن حجر في الكتاب الفلاني ضعيف. طيب ما الفائدة من هذا الشيء؟ لما أجي أشتغل هذا الحديث يبقى عندي قول عالم واثنين وثلاثة محطوطين، وهذا أستنير برأيهم إذا كنت طيب أرى ضعف الحديث. هذا إذا كان غير موجود أصلا في تخريج هذا الكتاب، ولكن أنت تعمل على الأصل. أنا بعمل على الأصل، لأن الأصل أنا برجع له. ما أقدرش أجيب كراسة واكتب احكام العلماء. انت تكتب حكم العالم على الأصل، على نفس الحديث، بحيث ان لما اجي اخرج الحديث من ابي داود اذا كنت ارى ان الحديث ضعيف وهم يرون ذلك اتقوى بهم، اذا كان هم مخطئين من وجهه نظري ارد عليهم، واذا كان وتراجع تقيم الامر بينا. فأفادني كثيرا جدا في الوصول الى اقوال العلماء انذاك. الكلام ده من حوالي مثلا 20 سنه او اكثر من 20 عاما. خبرك جميل. هذا الكتاب اللي احنا قلنا عنه صح نسخته، صح نسخته من تدريب كمال اللي عمله الدكتور بدران العياري، ويعني غضب دكتور بشار العواد بسبب انه كتب شيئا يتعلق به في المقدمه، مقدمه الكتاب. كتب تحاكي عزنا
وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم. أمسية أخرى ولقاء جديد مع الشيخ الفاضل فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، حياكم الله شيخنا. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. الله يحفظك. كنا اتفقنا في مرة أن أنا مثلا ما أتكلم أقول لك. أي نعم. عشان الناس مش عايز تسمع صوتي، فعايزين بس عايزين يسمعوا الشيخ. لا إذا أنت، إذا أنت مثالي، هذا البرنامج مثالي. إذا إذا رأ إذا رأوا الشيخ لا يسألون عن لا عن الشكل ولا عن المضمون. فعايزين يسمعوا الشيخ فقط. خيراً بإذن الله. شيخنا الحبيب، كنا في الحلقات الماضية طوفنا طويلاً حتى نصل إلى هذه المرحلة، كلامنا كله عن المكتبة، وذكرنا بدايات كلمة مكتبة في حياة فضيلتك، بدءاً من مكتبة دكتور رزق، وصولاً إلى جمعك للكتب الذي بدأ بتلخيص صفة صلاة الحبيب صلى الله عليه وسلم، صفة النبي، كما يعني اختصره الشيخ الألباني من كتابه صفة صلاة النبي الذي اشتريته بعده، وبعدها المكتبة الصغيرة التي كانت من 10 إلى 15 عنوان التي جمعت على مدار فترة دراستك الجامعية. ثم بعدها ما ظل معك من مكتبة كانت في بيت دكتور رزق، ولكن بانتقالك أو كانت النواة حين انتقلت إلى مسكن خاص وبدأت المكتبة، كلمة مكتبة بصورتها التي نرى جزءا منها الآن. من هذا ننطلق بإذن الله عز وجل، وطبعا في رحلة وفي معاناة، وذكر طرف منها في بعض الحلقات وفي بعض البرامج أو في الدروس أو حتى في الخيمة الرمضانية، ذكرنا في سنوات سابقة جزءا من هذا الكلام، ولكن طرحه بصورة متى كانت البداية الحقيقية وكيف كان شكل هذه المكتبة شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو أنا بعدما تخرجت في الجامعة ورفضت بقى الإرشاد السياحي ورفضت مسألة الإذاعة بعدما دخلتها بفترة تركتها، كنت بشتغل آنذاك في البقالة مع في بقالة النجمة في مدينة نصر في المنطقة الأولى، بدأ يبقى لي مرتب، صح كان مرتبا ضعيفا في الأول يعني، لكن بقى لي مرتب والسلام. كنت باخد في ذلك الوقت حوالي 55 جنيه. كنت بدأت أشتري كتب، يعني بعض إخواننا أذكرهم بالخير، أخونا ربحي أبو النيل ذهب بي إلى مكتبة لما رأى كلفي بالكتب ومحبتي للكتب، ذهب واشترى لي من مكتبة الشيخ أسامة عبد العظيم ب 400 جنيه كتب. 400 جنيه كتب، بالظبط. شوف أنت رفعت يدك مع إيدي، يعني 400 جنيه كتب، يعني كان حاجة خرافية يعني. لازلت احتفظ بهذه الكتب حتى الان برغم ان انا جددت لها طبعات، لكن هذه بالذات انا محتفظ بها. وبدات اقسط يعني مثلا كل شهر 10 جنيه بال 400، فداكت اكبر كميه كتب اشتريتها ودخلت في ذلك الوقت مكتبتي. لما بدا يبقى لي مرتب بدات اشتري شيئا فشيئا، كان جزءا خاصا من مالي. من مالي، مالي كله تقريبا، لان انا كنت الحقيقه كان اكلي من المحل، فكنت بس يدوك المواصلات والكند، ولم يكن لي في الدنيا هدف ولا طموح اني اعمل الا ان اشتري كتاب. والله انا يعني اذكر انني ما تطلعت ان اكون غنيا في حياتي، ولا ان يكون لي سياره، ولا ان يكون لي بيت، لا ارى في الدنيا عندي توحد كده، ببص لحاجة واحدة فقط وهي الكتاب. كتاب في الشباب وفي شرخ الشباب ان الواحد نفسه يبقى، لا سيما في اللغات يعني، والدنيا مفتوحة امامي، ممكن ابقى مترجم، ممكن الكلام ده، ولو تطلعت الى مثل هذا ربما يعني ربما كنت شيئا مذكورا او يعني في 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 الترجمة او في الكلية، لكن كنت أعمى لا أرى غير شيء واحد. وعلى أكبر دليل أنك يوم الصباحية تشتري كتاب. يوم الصباحية الكتاب نعدي. نعم. كتاب نعدي اشتريته، ولولا أن في نقطة ما كنتش عارف اشتريه، يعني أجيب 100 جنيه منين يعني عشان أشتري الكتاب.
بدأت يعني أشتري الكتب شيئا فشيئا، وال 400 جنيه دول عملوا له نوع من الرواج من الكتب في الكتب. فكان لي أخ لازلت أذكره بالخير، وأخونا جمال عبد الحميد من أبو كبير الشرقية تقريبا أو فاؤوس. يا أبو كبير، هذا الرجل أنا مدين له بالفضل، وأي رجل يعني يفعل معي أي إحسان لا أنساه، ومهما قدمت له من الإحسان أشعر أنني ما قدمت له شيئا، لا إحسانه لا لا لم أوفيه الإحسان. ليه؟ لأنه كل رجل فعل معي جميلا فعله في وقت فاقتي، في وقت ما كنت فقيرا في غاية الحاجة، فما انساهوش أبدا. وأنا الحقيقة ما أعرفش أخونا جمال عبد الحميد، هو ساكن في عين شمس الغربية أعتقد، ما زال ساكن في سكنه. وأهل الشرقية الحقيقة بحبهم، يعني من عرفته من أهل الشرقية ناس في منتهى النبل، في منتهى النبل والأخلاق. الحقيقة لم أبتلى بلأي من فيهم يعني، وطبعا اللئام في كل مكان والكرام في كل مكان وكذا. ولعل هذا شيخنا يعني ليس مدحا، ولكن هو النبل أن ترى من أسدى إليك المعروف نبلا، ففي كم من الناس يحسن إليهم ولا يذكرون هذا العرف. ده صحيح، ده صحيح، فهذا من نبل أخلاقكم. الحمد لله، الحمد لله، جزاك الله خير. فالمهم أن جمال ده كان ساكن في امتداد عين شمس الغربية. نعم. كان أرض زراعية وما كانش فيه لا مية ولا نور وكذا، وبيطلعوا المية بالترومبة، واللمبة الجاز نمرة 5 ونمرة 10، ولما يكون واحد غني زي حالات كده يجيب كلوب، تمام؟ لما كانش في حاجة زي كده، أراضي ما مش طلع لها ترخيص وكده. فكان صاحب هذا البيت اللي جمال ساكن فيه، أنا روحت أسكن مع جمال، دعاني إلى السكنة، كنا بنصلي في مسجد واحد، فحصل بيننا نوع من التوافق القلبي. فقال لي أنا قاعد لوحدي في غرفة، في شقة ثلاث غرف، طب ما تيجي تقعد معي. قلت له طب انا قاعد في الشقة اللي قبال الجامع اللي انت بتصلي فيه. قال لي بس تؤنس وحدتي وبتاع والكلام ده. قلت له ماشي. خدت بقى كتبي وانتقلت معاه، خدت انا غرفة، الغرفة دي حطيت كتبي فيها بقى، كتبي كنت احطها على الارض بحيث ان الجدار هو اللي يسندها، يعني جبت قالب طوب عشان احطه في اول الجدار. يعني اول مكتبة كانت من قالب طوب؟ هي كانت بالظبط كده، حطيت قالب طوب او اتنين كده بحيث لو حطيت كده ما وقعش. وابتديت احط الكتب بتاعتي على الجدار، على الجدران الأربعة. فطبعا داخل بقى المكتبة العامرة يعني حاجة تنظر إليها وهي تنمو يوما بعد يوم. بالظبط كده، كل ما يجيب كتاب أقول ياها فضل قد كده والجدار يكمل، فضل كم كتاب والجدار يكمل كده، يعني بحلم. وبعدين يعني مش متخيل أبدا يكون عندي مكتبة فيها أرفف وممكن يملى جدار مثلا زي ده أو كده يعني. فالمهم وقعت بقى إيه، وقعت أحداث قتل السادات وأحداث أسيوط وبتاعه الكلام ده، وكنت دخلت السجن وخرجت، وكان شعر طويل يعني، كان شعري كده لحد بعد الكتفين بحوالي 5 سنتي كده. دخولك السجن كان قبل مقتل السادات؟ طبعا، في الشهر الأول اللي اسم المتحفظ عليه اللي السادات 1536، كنت أنا واحد من هؤلاء الأخ شاستر قبل ما أحداث أسيوط لما الأكابرة مع أنه واخديني من الشارع. المهم بعد أحداث أسيوط وقتل السادات والكلام ده، طبعا إيه حصل ده، إيه جابوا جماعة بتوع أسيوط ودونا أبو زعبل، القصة هي هذه. المهم خرجت من أبو زعبل، طبعا كان شعر طويل لأن كنت بتسنن الحقيقة بإطلاق شعري. إطلاق شعري، النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره يضرب إلى من كبي، كل حاجة كنت أعرفها في السنة أنفذها على طول، كان قلبي حي يعني، يعني لله تلك الأيام، ليتني أرجع كما كنت لحياة هذا القلب. المهم لما خرجت من السجن كان شعري طال أكتر من اللازم، فلما رحت لمدينة نصر ركبت الأتوبيس، والله كان الناس كلها خايفة مني، كلها بتبرق كيف نجا هذا الرجل، ده كلهم في السجن، إيه اللي طلعه ده، كان هربان فين، مش عارفين أنه ليس خالد لسه يعني. فريش فريش. فبعد ما خرجت من السجن وسكنت مع الأخ جمال عبد الحميد وكتبي حطيتها، طلع بقى إعلان في الإذاعة، أي واحد سيؤوي إرهابي هيتاخد بيته ويتحط في السجن. طبعا الراجل صاحب البيت راجل صعيدي وأولاده شغالين في الكويت، وكل ما يتوفر معهم قرش ولا حاجة يبعته لأبوه يبني الإيه، يبني البيت. فكان بيأجر البيت من باب إيه، يجيب له قرشين ولا حاجة.
وعمره ما طلع الشقه عند جمال خالص، انما كان ايه دايما قاعد في الايه في على بوابه البيت، وعنده بيت تاني بيقعد فيه ساكن فيه، ويجي بالنهار يقعد قدام البيت بتاع عياله اللي هو عامله ده، وشايفني السلام عليكم، وعليكم السلام، وشعر طويل، ويبدو انه كان مستريب مني لان برضه يخض شكل ارهابي وهربان، شعر طويل ولحيه كثيفه وسوده كده وبتاع، ورامي شعر لورا، فشكل هربان من الحكومه. بس ما كانش طالع البيان ده لسه ان اي متستر على بعد احداث اسيوط، اي متستر على ارهابي هناخد بيته وهندخله السجن بتاع. فارتاب الرجل كانه ارتاب، فقام طالع عند جمال وهو بياخد الايجار، فدخل في الاوضه اللي جمال بيقعد فيها عاده لفاسيل بتاع، قال له ما ابص على الشقه كده. دخل الاوضه بتاعتي لقى الكتب مرصوصه كده، طار قلبه من بين جنبيه. بيتها هيتاخد واروح في داهيه وعيالي، الارهابي ده لازم يمشي دلوقتي. قعد يفهمه جمال، قال له ده راجل ممتاز وراجل كويس وارهابي، ده شويه كتب شايف صغيرين ازاي؟ قال دول صغيرين، ده اربع جدران، شوف مال بتاع ده، انا البوليس لو دخل علي وشاف كتب هيوديني في داهيه واخد بيت عيالي وبتاع، لازم يمشي دلوقتي. طب الحمد لله ان احنا ما نجيب الصعيدي معانا في الجوله فوق في المكتبه. نعم، مش نجيب معانا الصعيدي في الجوله في المكتبه. لا ده تبقى مشكله. المهم قال له لازم يمشي. طبعا حصل نوع من الارتباط القلبي بينه وبين جمال، يعني ازاي يمشي يعني وهو متحرج في طرح الامر، مش قادر يقول لي. وسبحان الله صادف هذا ان انا نزلت الازهر شارع المسكي عشان اشتري نسخه من مصحف المعلم، وانا خارج من المصحف المعلم ضربتني سياره فداست على رجلي اليمين القدم اليمنى اتلوحت، فببص لقيت رجلي دي بقت تخني كده ومش قادر اقف عليها. رجلي كانت عربيه فيها 132 لونها ازرق وبيسوقها واحد وجنبي واحده، وما خدتش الرقم. لا ما اعرفش، لم تصل ثقافتي الى هذا، لم تصل ليه ان انا نزلت تحت العجل اشوف النمره ازاي اللي كان مكشوف عني الحجاب. أيوة. وما كنتش دقيت في الولايه. ايوه في الولايه. المهم الرجل نزل من السياره، طبعا رجل انتفخت قد كده ومش عارف اقف عليه، فقال لي انا اسف جدا وانا اللي غلطان لان انا طالع مش واخد بالي فتح المصحف لان كنت بحفظ فيه في السجن، فطلعت اجيب حاجه اكبر شويه، كان اللي معايا المصحف الجيب اللي هو بحجم نعم، فرايح اشتري مصحف اكبر شويه عشان ايه احفظ فيه وكده، فطالع ببص في المصحف ومش واخد بالي، فالعربيه انت عارف شارع المسكي لحم، فالعربيه ماشيه بسرعه بطيئه جدا يعني. المهم لما دست على قدمي وحصل بقى ورم شديد والكلام ده، خدني قال لي انت قاعد فين، وقعد يعتذر لي واوديك المستشفى واللي انت عايزه، يعني ايه خايف ان انا ابلغ اعمل حاجه. قلت له لا وديني البقاله، رحت البقاله عند الاخ سعيد ابو هشيمه صاحب البقاله، نزلت طبعا اعرج على رجل الشمال اتنطط كده وبتاع، فنزل الراجل قال لي سعيد، قال له انا تحت امرك، عايزني اوديه المستشفى اوديه انا كده. فانا قلت له ايه سعيد، قال لي انت ايه رايك؟ قلت له الله خلاص انا مش عايز حاجه، انا اللي غلطان امشي. وقف الراجل خمس دقائق يتحايل عليه ان يعمل اي حاجه يعني، قلت له لا امشي. شلني رحنا في تاكسي، سعيد خدني المستشفى دمرداش وربنا يحفظه يعني، سعيد بحبه جدا وله فضل كبير علي يعني. شلني على كتافه لما رحنا في شارع رمسيس، وعشان المستشفى دمرداش جوه شويه، وانا لما من كتر ما بحجل على رجلي الشمال تعبت ومش قادر احط رجلي اليمين الارض، شلني كده شلني على كتافه لحد ما دخل المستشفى وربط رجلي والكلام ده. في هذا الوقت الراجل قال له ده لازم يمشي. كنت اتهوت شويه وبمشي على عكاز. هذا الذي يزيد حرج جمال. حرج جمال. قال له طب ده ماشي على عكاز، طب ده هيروح فين؟ قال له ماليش دعوه يا ابوي، بيت عيالي هيروح يا ابوي وادخل السجن واروح على الشمس. فجيت بالليل من الاله ات الكلوب، ما كان ما فيش حاجه، باول ايد الكلوب واحطه على الارض واقعد اقرا تقرا اقرا بقى عشان استجم بقى، بشتغل في البقاله يمكن 14 ساعه في اليوم يعني. هدت حيل يعني. انا بقول دايما البقال اشغال شقه مؤبده، البقال اشغال شقه ليه؟ لان ممكن واحد يمشورك خمس ست مشاوير
على حاجه يعني مثلا يعني تمشي 5 كيلو في مسافه بسيطه يعني مثلا يجي لي واحد مثلا يقول لي الزبادي ده ايه؟ اقول له زبادي كذا. حلو؟ اقول له كويس. طب وريني. اجيب له زبادي، يبص يفتح العلبه، اه ده معلوش قشطه كتير. لا طب اللي جنبه ده زبادي ايه؟ اقول له زبادي كذا برضه زي ده. اقول له ده جميل وكويس. يقول لي طب هات لي واحده كده شغال رايح جاي رايح جاي مواصلات عشان ايه؟ عشان علبه زبادي. وفي الاخر ما يشتريش، ياخد حاجه تانية خالص ويشتري حاجات اخرى. بس ايه، فالمهم انك بتمشي مسافات طويله جدا في ايه يعني في مترين ثلاثه بس طول النهار رايح جاي. المهم انا جيت بالليل وقت قلوب بقى ومبسوط ومش عارف ايه، ولاقي جمال متجهم وشه متغير باين عليه كده سواد، واخد بالك؟ ايه يا جمال مالك؟ فقال لي والله الواقع كذا 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 كذا. والراجل بيقول لي ها هطلعك انت كمان من الشقه وهبلغ فيكم، انت عندك ارهابي ومخبي مني ومش راضي تقول لي وهتضيع بيتي وبيت عيالي والكلام ده. فقلت له والله انا ما اقدرش اضرك، هيطلعك من الشقه ما اقدرش اضرك. وبقيت محتار اين اذهب، ليس لي وجهه اطلاقا. وهذه الكتب كانت ألعن من المخدرات في ذلك الوقت. اي حد معاه كتب ارهابي على طول، دول من اللي قتلوا السادات. فكان اخونا ربحي ابو النيل، ربنا اسال الله ان يعني يبارك فيه وان يبارك في اولاده وان يطيل عمره، عنده عربيه بوني. قلت له طب هل ممكن يعني تخلي حد يجي ننقل الكتب بتاعتي لاي مكان؟ قال لي هتوديها فين؟ طب سيبني شويه. كان يعرف واحد في عين شمس الشرقيه عنده شقه بيعملها دار تحفيظ، مكتب تحفيظ في الصيف، واحنا كنا في الصيف واحنا كنا في الشتاء. فقال ايه خلاص ممكن مؤقتا شهر شهرين اخليه يسكنك في الايه في الشقه دي وننقل كتبك في المكان ده. كلم حتى تجد مكان. حتى اجد مكان. كلم صاحب الشقه وافق، وقعد طبعا يحكي له طالب علم وغلبان وبتاع والكلام ده. الساعة 2 بالليل بدأنا نحول، بدأت عملية التهريب، بدأ عملية تهريب المخدرات الممنوعات الكتب. ملينا العربية، وبعدين كان على نص الشارع اللي فيه الشقة دي، كانت شقة دور أرضي قهوة، ناس قاعدين بقى لسه الفجر عمالين يطرقعوا دومن وشطرنج وهات عسل وهات بتاع الكلام. دخلنا والعربية بقى، فتحنا الشنطة وفتحنا البيبان وبتاع، وابتدى إيه الجماعة اللي كانوا معايا في البقالة الولاد الصغيرين دول ينزلوا الكتب وحطوها فين؟ في الشقه. وروحنا نجيب النقله الثانيه، كانت مكتبتي كلها نقلتين، شويه في الشنطه وشويه على الكرسي. روحنا جبنا النقله الثانيه وراجعين عشان نفضي، لقينا امن الدوله في الشقه، مخبرين اتاري مخبرين قاعدين على القهوه عمالين يراقبوا ويشربوا الشاي ويعملوا مش عارفين. لقوا عربيه فتحت وكتب عملت، فطبعا دخلوا. انا لما رحت اجيب النقله الثانيه كانوا دخلوا الشقه. هم عارفين، هم من الحي وعارفين صاحب الشقه، ولاد حي كلهم مع بعض يعني. نعم. وكان صاحب الحي موجود. فطبعا لقوا الكتب ايه؟ اداره كتب ما بيروت ومش عارف ده بيروت وده ايه مش عارف، وكنت عارف الطابع كله في بيروت يعني. نعم. اول ما جيت وهنفتح الشنطه، الراجل صاحب الشقه قال لو سمحت وقف شويه، خدنا على جنب. قال لي المخبرين جم امن الدوله وشافوا كتب، وبعدين يا اخي بيقولوا انت عندك تمويل من بيروت. انا قلت له تمويل ازاي؟ قال كل كتب من بيروت، انت مش عارف ان في ممنوعات، اي حاجه تيجي من بلاد بره ممنوعه ومش عارف ايه بتاع. انا قلبي وقع في ركبي، وكل اللي همني جمال يعني، هو يعني خايف على الشقه بتاعته وحزين وهو بودعني، بس لازم يمشيني يعني عشان شقته، والا هي الراجل هيبلغ فينا احنا الاثنين ونروح في داهيه. نعم. والساعه دلوقتي دخلت على 3:30 وكنا في الشتاء. طب ماذا افعل؟ طب هرجع تاني، لو شافني هيبقى شكله ايه؟ وشه ازاي؟ فقاعد طبعا ما نزلناش. فالناس قالوا له، قالوا لصاحب الشقه لولا ان انت ابن الحي وابن الحته كنا ودناك في داهيه. فاحنا كاننا ما شفناش، خليه يجي ياخد كتبه ويمشي. اللي موجوده فوق. اللي موجوده، فطبعا ما نزلناش الحمل الثاني في العربيه. ورجعنا. طبعا ما كنت انا حتى الان متعثر في اذيالي وانا بذكر القصه. مش عارف انا قلت الجمال ايه وقتها. لكني يعني كان الصمت ابلغ من الكلام. بس قلت له جمله واحده بس، امهلني للصبح. انا عارف الموقف بتاعك وعارف ان الراجل ممكن يبلغ فينا احنا الاثنين، امهلني للصبح.
ليه؟ لان حصل كذا 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 والكلام. طبعا لما سمع امن الدوله استنوني قال لك ده جاي ورا العربيه، تمام، مش 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 الراجل هيبلغ فينا بقى، هم اكيد جايين ورا العربيه وهيعرفوا الشقه وبتاع ويدونا في داهيه. فبقى جمال نفسه عايز امشي يعني، وخايف يكون حد بيتابع العربيه والكلام ده. المهم رحت رجعت جبت الكتب مره اخرى ولم انم طبعا ليلتها، وبقول اين اذهب؟ هيطلع الصبح مفيش ساعات ويطلع الصبح، اين اذهب؟ ما عنديش طبعا اي اطلاقا اي سبيل ادب لي، فجعلت ادعو الله سبحانه وتعالى ان هو يعني يفتح لي سكه عشان انجو بهذا الايه، بهذا هذه المصيبه اللي عندي وهي الكتب يعني. وقطعا كان في مخرج من عند رب العالمين. اي طبعا الحمد لله انقذت به. لكن ونخرج به من الحلقه برضه. ويبدا كل ما نخرج يكون بهذا الامر. أسأل الله عز وجل أن يديم الوصلة دائما بالخير وبالحديث الطيب الذي نذكر فيه إخواننا، فنشكر لهم جميل صنيعهم ونحمد الله عز وجل على أن أوصلنا بالصحة والعافية على خير وطاعة. جزاك الله خير شيخنا، نسألك في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. أحبتنا في الله، ونكون بهذا قد وصلنا إلى خاتمة المطاف في أمسية هذه الليلة، على أمل أن نستأنف مع شيخنا الكريم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل مع جولة أخرى مع شيخنا الحبيب الشيخ أبو إسحاق الحويني. دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير العلوم وفيضها قد حل في هذا المكان، عين الحياة تدفقت علما ونورا للزمان، بذل السنين بدا هنا ليعيد أمجادا حساب، كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان.